ندمت اني عرفت حاجة اسمها دارك ويب. السلام عليكم، فيديو جديد بس مختلف شوية. اعتقد اني عمري ما حكيت قصة في القناة، بس جه الوقت اللي احكي قصة. خلونا نتكلم عن الدارك ويب اكتر. بس قبل ما نتكلم، الموضوع ممكن يكون مرعب عند بعض الناس، هو عند انا شخصيا يعني، وانا بصور انا خايف اصلا. المهم، تعريف سريع كده للدارك ويب. البرامج اللي بنستعملها كل يوم زي جوجل، انستجرام، فيسبوك، ياهو، المواقع اللي الناس كتير على طول بتستخدمها. المواقع دي بتعتبر من السيرفيس ويب، يعني الانفورميشنز اي المعلومات اللي تقدر انت تشوفها انت وعيلتك بكل امان وما يحصلش حاجة. لكن في حاجات اعمق واخطر في عالم الانترنت، وهو الديب ويب. طبعا ده الديب ويب غير الدارك ويب اللي لسه نتكلم عليه شوية كده. الديب ويب ده بيكون فيه معلومات سرية مفيش اي حد يعرف عنها اي حاجة، بتكون معلومات جدا حساسة، يعني ما ينفعش تطلع للناس بمعنى اصح. والمعلومات دي بتتخزن في مواقع الديب ويب، وبيقولوا ان 99% من المعلومات اللي موجودة على الانترنت موجودة في الديب ويب ده. تخيل معايا كده 1% بس بنشوفه، يعني من معلومات من اغاني على النت، اللي هو النت الطبيعي بتاعنا، اللي هو مش النت الخفي او الانترنت المظلم زي ما بيقولوا. انا مش بقولك كده فمش بحرضك، اللي اقولك روح ادخل بسرعة شوف الدارك ويب، وادخل ابحث عن الموقع وشوف وتعمق. انا ما بقولش كده، بس اتقل تاخد حاجة نضيفة. الدارك ويب ده مكان للهاكرز بيتجمعوا فيه عشان يعملوا كل حاجة بمعنى اصح حرام عندنا في الاسلام. مستخدمين الدارك ويب دول تتخيل منهم او تتوقع منهم اي حاجة. ممكن يبيعوا مخدرات، ممكن يأجروا شخص، تخيل لهم ممكن يأجروا شخص ويقتل شخص تاني، وكمان بيشتروا اسلحة. وفي فيديوهات، يعني من الفيديوهات الاباحية اللي بتتعرض هناك واللي بتحرض عن العنف الشديد. بص من الاخر يا معلم، اي حاجة حرام هم بيعملوها. دلوقتي هيدور سؤال في بالك، هتقول لي يا بلال طب فين الشرطة من الكلام ده؟ بص، مستخدمين المواقع اللي زي دي بيستخدموا يوزر نيم معين واسم مختلف عن اسمهم الشخصي، ده حتى متصفح معين. حتى الفلوس اللي احنا بنستعملها زي مثلا زي اليورو او الدولار او الجنيه مثلا، ما بيستعملوش العملات دي خالص، بيستخدموا عملات الكترونية اسمها بيتكوين، واكيد انتوا سمعتوا عنها. ومميزات العملة دي ان الشرطة صعب انها تعثر عليها. وانا مش هقول بس للمجرمين هما اللي بيستخدموا العملة دي اللي هي البيتكوين، لكن في بورصات الكترونية بتستخدم العملة دي اللي هي البيتكوين بشكل صحيح. خلي بالك، مجرد دخولك على المواقع دي بيعرضك لمساءلة قانونية، وغير كده انك ممكن ما تطلعش بسهولة، لان في هاكرز وممكن يهكروا جهازك او موبايلك ويعرفوا مكانك ويهكروا الكاميرا اللي انت بتصور منها، فابعد عن المواقع دي احسن. تجربتي الشخصية بقى للناس اللي داخلة وعايزة تشوف انا اتصرفت ازاي في المواقع دي، او عملت ايه، او ايه الموقف اللي حصل معايا تجاه الموقع ده. انا لما كان عندي 15 سنة او 16 سنة تقريبا، كنت بحب اتصفح وبحب التكنولوجيا واتابع البرامج الجديدة اللي بتنزل، بحب انزلها واشوف دي بتعمل ايه عشان بعد كده ممكن مثلا افيد اي حد بيها بعد كده. لحد ما صادفني في يوم من الايام فيديوهات على اليوتيوب بتتكلم عن موضوع اسمه الديب ويب والدارك ويب. كان ساعتها من قناة اسمها حقائق واسرار تقريبا. فالفيديو ده ما فهمتوش الصراحة، قعدت ابحث شوية عن الديب ويب والدارك ويب والكلام ده، فلقيتهم بيستخدموا متصفح جديد غير اللي احنا بنستخدمه زي مثلا جوجل كروم او فايرفوكس، اوبرا، كل الحاجات دي اللي احنا المتصفحات اللي هي السلسة للانسان اللي بيستخدم الانترنت العادي الطبيعي بيستخدمها. انا بقى بصراحة كان عندي شغف قوي جدا ان اشوف المتصفح ده وشكله عامل ازاي، فحملته. كان اسمه تور، كان مشهور بشعار البصلة تقريبا. فدخلت لقيت شكله غريب، طلعت منه قريت عنه، لقيت الناس بتحذر من دخوله وغلط الواحد يجربه كده، فبعدت عنه الصراحة، فما رضيتش اغامر واجرب. بس لقيت حاجة الناس كانت بتتكلم عليها كتير قوي ساعتها، وهي ريد روم، الغرفة الحمراء. المكان ده بيحطوا فيه كاميرات ويخطفوا اشخاص ايا كان بقى، طفل، ست كبيرة، رجل عجوز، ايا كان، وبيحطوهم في الغرفة دي وبيتعذبوا من
ناس معينين. والاغرب في كده اللي انا شايفه غريب انهم بيفتحوا لايف بس مباشر وهم بيعذبوا الشخص ده، وفي نفس الوقت بيكون في مستخدمين فاتحين اللايف ده بيطلبوا منهم اوامر انهم ينفذوه على الشخص اللي هم خطفينه وحطوه في الاوضه وبيدفعوا فلوس مقابل كده. وانا اقول لكم قصه حصلت قبل كده. شخص اسمه روس ويليام، والشخص ده كان بيتعامل في تجاره المخدرات في موقع هو عامله اسمه سيلك رود، والموقع ده كان مخصص لبيع المخدرات. وفتره قصيره الشخص ده وصلت ثروته لاكثر من مليار دولار. في يوم من الايام وصل له تهديد من احد الهاكرز وبعت له رساله وقال له ان انا عارف مكانك وعارف عنك معلومات كتير قوي فانا هفضحك. فقرر روس ويليام انه يستعين ببعض الهاكرز اللي معاه عشان يهكروا جهاز الشخص اللي هدد روس ويليام، وهكروا كاميرا اللابتوب بتاعه وعرفوا معلومات عنه كتير جدا. فروس ويليام رد التهديد بتهديد، قرر انه يأجر قاتل من الدارك ويب ودفع له فلوس عشان يروح يقتل الشخص، وللأسف قتل الشخص. في سنة 2013 اتقبض على روس ويليام بتهمة القتل وتجارة المخدرات. بس كده، اتمنى يكون موضوع النهاردة عجبكم. هو الموضوع مرعب شوية، بس اتمنى ان محدش يفكر انه يدخل او يجرب المواقع اللي زي دي، لان ده عالم تاني ومخفي عن الجميع اصلا. وانا عايز الكل دلوقتي تحت ينزل في الكومنتات ويكتب الحمد لله على نعمة الاسلام. ليه؟ لان الاسلام دين العدل والمساواة بين البشر، ودين السماحة وعدم الاكراه، ودين اليسر، ودين الوسطية والتوازن، ودين العزة والقوة، ودين الفضيلة ومكارم الاخلاق. فلو عجبتكم قصة النهاردة وصلوا الفيديو ل50 لايك، واكتبوا في الكومنتات انتوا عايزين القصة الجاية عن ايه. بس كده، سلام عليكم.